بقيان نتوج المعلومات اللي اخذناها بتمرين اخير اللي هو راح يشمل خلونا الاغلب الخامات، بدنا نعمل المسبح وخامه مي هي يعني راح تكون اساس بالشغل. بتشمل لانه اغلب المعلومات اللي اخذناها هي هون 8 convert to poly رح ناخذ مصباح هو الاطار هذا هلا شيفت وسحب اعطانا سطح للمي، بقول له كلون تو اوبجكت وشو بسميه ووتر، هي صار عندي سطح للمي. بيان حدد هدول الت و ار، حدد لي الاطار كنترول مع بوليجون، كنترول مع بوليجون حدد لي اياه، رح نعمله اكسترود وطبعا ممكن نعمله تشامفر للحروف والقصص هاي، بس انا اللي بدي اياه اعمله هون جرو. رح اعطي الحرف اي دي مباشرة 60، كنت لازم فورا بالواقع اعطيهم، رح اخذ هدول هلا جرو جرو، هي حدد لي المسبح، رح اعطيه سيت اي دي 60، وهذا بقي لحاله سيلكت اي دي، الارضية البرانية اي دي لحاله، تمام؟ هاي المواد نحن كلها وزعناها. السيراميك موجود معنا ولا راح؟ طيب رح ناخده صور، كلها صور جاهزة من مابس ام ديفيوز كلر، رح نعمل خامة للأرضية الخارجية بيت ماب ارك مات، مثلا خامي وبومب. بفكر اغلب الخامات يعني قدر الامكان بضيفوا لها لمعه كثير خفيفه تعطي بالرندر نتيجه حلوه. هي اول خامة. هلا الخامة الثانية اللي بدنا نضيفها رح ناخذ هون بت ماب، رح ناخذ في عنا هون كان تقطيعات سيراميك جاهزة، وحلاوة عنب جو مساحاتهم كبيرة فما بخاف من موضوع التكرار. هدول الاكوان هي وحدي ومعها شو مثل ما شايفين هون صورة البام تبعها، فرح ناخذ هون اول صورة تمام، ورح ناخذ هون البام هي اسمها، ناخذ البت ماب فينيشز هي الصورة الثانية، اعطانا البام طبعا طلع بالعكس، فبكل بساطة بقول له البام ناقص 20 مثلا، لمعة بسيطة هي تاني خامي، ورح ناخد وحدة تانية على السريع نعملها لطرف المصباح بيت ماب، عبارة عن ناخد سيراميك بيج او شيء، اخذنا هاي نحنا رح ناخد رح ناخد مثل هاي، اذا تكررت بظن على وحده منهم ممكن قص وحده منهم مكرره ممكن تعطينا شيء حلو. هلا احنا بنشتغل بسرعه، بس طبعا بصراحه اختيار المواد بده ياخذ منكم وقت، فما تعملوه بسرعه يعني ما قص 10 هيك فرق بسيط كتير. صار عندي 3 مواد هون. هلا انا هون بهيك حالي عملوا ايديت بولي، ما في داعي استعمل المالتي سب اوبجكت، وهو الايديت تبع البولي بالواقع انا لما عم اكس اجزاء من الاجسام عم لحاله عم يوزع لي هون المالتي سب اوبجكت. هلا رح نشوف. اول ماده رح اكس هاي ماده خارجيه حطيتها فورا، رح اعطيه يو في دبليو ماب ورح نعطيه هون المقاس، رح نزله مثلا لل
حوالي هني 4 تقريبا، فممكن انا اخذهم 70 ب 70، كانت تعطيك وحده مثلا 35، بس بدنا ناخذها على القياس على الضبط. طيب انا اذا مثلا الميلان ما ظابط معي او تطبيق الصوره، فبدخل على الجزمه شو بنعمل له؟ ماشي، نطبق حسب ما نحن شايفينه مناسب، يعني ما بخليه مثل ما قلت لكم انه الامر هو اللي يحكمني، يعني ما بدي اتحكم فيه. طبعا ماس كتير كبير، ما كنا مشتغلين على الابعاد، بس يعني انتو هاي الامور ركزوا لشوي. فممكن تطبيق نفسه. طيب حلو الباركي احنا انه يعملوه مايل، ما بيعملوه مايل مع الارضية، ما بيعملوه مستقيم مع الحدود. فمثل ما هون حركت، شو ممكن اعمل للجزمة هاي؟ فتلنا مثلا اخذ ارضية مايلة مثلا، هاي كلها انتو ممكن تشتغلوا فيها ونضيفوها للاخراجات. راح اخذ على 45، خلصنا من هون. طيب راح ارجع هون على 4، راح ناخذ انا هذا نسيان شو عاطي، فحددت وحده وفورا شو سلكت اي دي. ليش حددوا مع الارضيه؟ هي اول طرحناها، ماشي. ماتيريال راح اعطيه الماده الثانيه اللي هي هاي، وبقول له ارجيني اياها. طبعا حاطيه هون بوكس يوفي دبليو، عفوا نعطيه بوكس. نسيت اعمل تعرف شو، نرجع قبل كولابس 2 يس. هي قفلنا اول يوفي دبليو مشان ما يتداخل مع بعض، وهلا بدخل بطبق له اليوفي دبليو الثاني اللي عنا، يعني هو عبارة عن بوكس عادي. ابعاد البوكس رح اخده مثلا 20 ب 20 ب 20، تكرر معي. طب انا ما بدي غير التقطيعات الطولانية، فبدخل على الماتيريال. هاي ممكن تعذبنا شوي، المادة نفسها رح قص منها بس التقطيعات. اخد بس هدولي، فانا المفروض يتكرر معنا بس التقطيعات هاي. ابلاي، ما عاد عندي تقطيعات تانية. بس هون مشكلة اليو في دبليو هاي بده يعذبنا. في عنا هون اكس واي وزد، احيانا احيانا بتعطينا شغل حلو. بدنا نضطر نكسي هاد سطح يو في دبليو لحال وهاد سطح يو في دبليو لحال. طيب اخر شيء ارضية المسبح نكسيها سيراميك. خلصنا من هون طبعا كولابس 2 يس. ناخذ هاد السطح وبقول له سيلكت اي دي ماتيريال، بنكسي اكساء سيراميك المسابح. قلت له اظهر لي المادي. هون رح اعطيه بوكس. كنا لازم نعمل الت اكس للمسبح مشان يبين معي يو في دبليو بوكس. رح اخده 50 ب 50 ب 50، بين عليكم. هاي اكساء عادي، هاي الخطوات المفروض تعرفوها انتو. المفروض كنا ننفر النعلة كمان. هلا ممكن، هلا شوف هدول الصور بيجوا مساحتهم كبيرة، عرفت شلون؟ في صور كان يجوا مثلا فيها 10 ب 10، بس 10 ب 10 بتكرار كثير رح تعطي. بس مثلا هدول حتى انت لما تطلع عليهم يعني ما مبين عليك التكرار، فهي لا مناح اذا مساحة كبيرة بيجوا. في منهم عم يوصلوا يعني يمكن في وحدة شفتها شي 100 ب 100، 100 حشرة ب 100 حشرة، فهدول قد ما ضفتهم ما رح يعملوا لك مشكلة. طيب هلا خامة المي، خامة المي أول شيء رح نبدا فيها خطوة خطوة. خامة المي شو بالشيدر؟ هي عبارة عن سطح عادي ولا لمعانة قوة؟ تمام، فرح نختار نحن الأنيسوتروبيك. هي أول شيء نعطيه لمعة حدي، ممكن نميلها شوي على لون أزرق. هلا الشيء الثاني اللي بدنا نعمله، أنا في شغلة بدي أعرفها، إنه السطح بدي إياه يكون متموج. ممكن نضيفه أنا من هون عن طريق نويز، عن طريق بام، ممكن نضيفه أنا عن طريق النويز موجود معي هون. هلا النويز إذا ضفته بهيك حالي رح يطبق معي ولا رح يطلع كتير تأثيره ممل؟ شو برأيكم؟ يعني إذا أعطيته هون نويز، هي رح أعطيه نويز وعزت، شايفين النتيجة؟ السبب إنه السيجمنتس شو عنا هون؟ كتير قليل. طيب بدي ازيد سيجمنت، شو ممكن اعمل هون؟ اذا بدي اخذ مش سموث بده يتكسر، ما هيك؟
فرح نضيف هون امر جديد اسمه تيسيلات موجود معي بقلب الايديت جيومتري. التيسيلات هو مسؤوليته يزيد التقطيعات وبدون ما يعمل مش سموث. المش سموث بنعمه تنعيم كله. فهي كبسي كبسي نعمل اياها. نرجع هلا النويز شفتوا الفرق. هلا بدنا نضيف نحن درجتين بالنويز. فانا هاي اول درجه بدي اياها ما بديها تكون قاسي, بديها كتير تكون ناعمه. وبعدين رح اضيف بالمي بالخامي نويز رح تعطيني تدرجات تانية. هلا رح نشوف شو الفرق بيناتهم. فهي عملت نويز هون مثلا. ننتقل على الماتيريال. خلصنا اول خطوه. طيب اذا انتقلنا على المابس شو بدي استعمل انا هون؟ بدي ديفيوز كلر شيء ما بدنا ديفيوز كلر. بدنا اول شيء تمام شفافيه وانعكاس. ريفلكشن رح نضيف فيه ريتريس. هاي اول شيء. الشغله الثانيه اللي بدنا نضيفها هي الريفلكشن انعكاس. فانا عندي هون انعكاس وانكسار. طبعا هون بدنا نفرق نحن, خلي الانعكاس هو الاول ولا الانكسار هو الاول, ما بخليهم اثنيناتهم 100%. فراح خلي هون انعكاس مثلا حوالي 20 او 25. انتوا التجربة تبين عليكم. كان ضيف هون الانكسار حوالي 80. وهلا بنشوف لسه على الرندر بين معنا اكثر. اللون راح اختاره. ولما بدنا نختار اللون ما بختار لون ازرق هيك مثلا كثير حد. بدي اياه يطلع انعكاس صافي. فراح جرب اختاره لون كحلي وعلى شفافية وهيك رح يعطيني نتيجة حلوة. بدنا نجرب هلا ونشوف النتيجة. اللون اللمعة كمان حكينا عنه. اختار لون لمعة معينة. في عنا بس ملاحظة هون انه في عنا خريطة اسمها فول اوف. معلش اذا اخذنا هاي الطابة اذا ضفناها على الاوباسيتي. الفول اوف مثل ما شايفينها شوفوا شو شكلها. شايفين شلون هي عبارة عن جريديانت. بس هاي الى ميزة انه عم تاخدها حسب شكل الجسم. هاي اذا ضفناها بالاوباسيتي شايفين شلون تعطي شفافية على الاطراف مبين عليكم. فهي ممكن نضيفها على المي كمان بتعطي نوعا ما تأثير حلو. في شغلة ما ضفناها لسه على المي شو هي؟ بام. رح نضيف بالبام شو؟ نويز. شفت النتيجة؟ اذا فردت خريطة النويز هي رح تطلع معي بهالشكل هذا. طيب انا كسيت الجسم ما بعرف قياس النويز هون عندي كبير ولا صغير. فشو بدنا نعمل؟ قول له شو بس انا كبستها وين واقف كنت تمام. بينما مثلا لو كنت واقف على الديفيوز رح يرجيني الديفيوز. هلا حطيت النويز طلع معي قياسه كتير كبير لدرجة انه ما مبين. فرح ادخل هون منصغر شو يعني ما تنغره قصدي هون انه النتيجة منيحة. ممكن اخذ هون شكل النويز ممكن بيعطوه تيربولانس او فراكتال. هلا نشوف. فبس نزيدهم شوي وبكفي. هلا نشوف نتيجه الرندر. معلش بس شوف هون هاي اول شيء اعطاني درجه. في فكره حلوه تاني كثير بضيفوا سبيكولار ليفل للنويز. فبتصير اللمعان وين عم يجي اكثر شيء. هلا نشوف قبل وبعد انستانس. شوفوا الفرق هون. قبل كان ماشي على كل الجسم, هلا هون صار بس عند الحروف. طبعا هذا الشيء الواقعي اكثر. طبعا لون الخلفيه مهم كثير. اعطيه لون مغيرينه تمام. نجرب نعطيه رندا نشوف النتيجه تمام. لسه ممكن يتعدل شوي على فكره. كثير طالع صافي. ايه بالضبط. بس انا بدي اياه شايفين اللمعانات هاي يعني هاي هي انا عندي طالع حدي اكثر لسه. شوفوا هون الاطراف. ممكن نعمل الريفلكشن نزيده شوي نزيده للربعين. او ممكن نخفف التنتين سوا فبيعطيني درجة للون اكثر. الاوباسيتي ما مغيرين فيها شيء. شو قلت لي قصدك على الشفافية؟ ايه نخففه رح نزله لل 40 ب 20 مثلا. ايه مثلا شايفين النتيجة. هلا هذا اللون الكحلي منين جاي؟ من اللون الاساسي. وانا شو اخذته هون؟
بينما لو كنت اخده مثلا مايل للابيض، شايفين الفرق شد رح يطلع بعيح؟ فانتبهوا هذه الفرق بيناتهم. كلها بياخدوها الوان غامقة هاي. اوكي، يعني ما له درجة. طبعا هون كل ما نحن عم نخفف هدول عم ينتقل اللون للفواني اكتر، لحتى نوصل للمية بالمية. شو ما غيرت اللون الاساسي ما رح يبين معنا. في شيء؟ اذا حطينا لسه طابي فايشي على طابي فايشي على الجسم، اعملوها انتو بالكلوث كمان ماتيريال. بدنا نكسي طابي، شو اسرع طريقة الاكساء؟ مابس ديفيوز كولور، عنا اختراع اسمه جريديان ترامب. فهون ممكن اقسم انا ديت بروبرتيز، له عمل لي الوان. اوكي اوكي لون تاني اصفر. اخر شيء مثلا اخضر. اوكي بقول له هون لينير، خلي لي اياه سوليد. شفنا التقطيعات اللي صارت معنا. تمام. هلا هاي اذا كسينا فيها الطابي شو صار معنا؟ طيب ممكن لسه كمان نكررها مرتين، تايلينج اثنين. ايه ميلوا وزبطوا. ماشي يلا سامع. تمام هيك. في اي سؤال؟ حاسس